بنوته مصريه مريم طاحون قدرت انها تاخد الميداليه الذهبيه لمسابقه بريما لا موزيكا للغناء على مستوى النمسا، وده مش التكريم الاول بالنسبه لمريم كافضل اصوات في الاوبرا النمساويه. خلينا نرحب بمريم طاحون عبر زوم. صباح الخير عليك يا مريم، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، مبروك يا مريم. لو تحكي لنا اكتر، ايه الجايزه؟ ايه هي بريما لا موزيكا؟ شكل المنافسه كانت ازاي؟ احكي لنا بقى كل التفاصيل. مسابقة بريما لا موزيكا بتتعاد في الغناء كل سنتين. أنا كنت شاركت فيها 2020، حصلت على الجائزة الأولى على مستوى فيينا. هي دايما في تصفيات على المدن اللي في النمسا، واللي بينجحوا في التصفيات دي بيكملوا على تصفية النمسا كلها. فللأسف عشان كوفيد 2020 ما كانش في تصفية النمسا. 2022 أنا شاركت تاني، حصلت تاني على المركز الأول على فيينا، وقدرت إن أنا أكمل على تصفية النمسا وخدت المركز الأول على النمسا كلها. حتى يعني قدرت إن أنا أغني كونسرت في بودابست كتكريم يعني وزارة الخارجية النمساوية. والسنة دي كان في فبراير التصفيات تاني، قدرت إن أنا أحصل على الجائزة الميدالية الذهبية، كنت جايبة 100 من 100 الحمد لله. ولسه الأسبوع اللي فات قدرت إن أنا على تصفية النمسا أحصل تاني على الميدالية الذهبية، وإن أنا تاني أرفع اسم مصر بصوتي. وفعلا يعني كان حاجة جميلة جدا، لأن يعني كان في أنا كنت ميدالية في مارس المصرية اللي فات الوحيدة اللي والأسبوع هناك. اللي فات، مظبوط كده؟ نعم، كان في ميدالية في مارس اللي فات؟ فبراير اللي فات والأسبوع اللي فات فبراير، بالظبط. ما شاء الله. طيب أنت دلوقتي يعني 18 سنة لسه صغيرة وأخدتي جوائز كتيرة قوي، إيه الفرق بقى بين الجائزة دي وباقي الجوائز اللي خدتيها؟ أنا طبعا كل ما بكبر كل ما الجايزة بتبقى أهم بالنسبة لي، لأن الغناء بيبقى محتاج برضو إن السن يكبر، لأن أنا لازم الأول جسمي فعلا يتحمل الصوت اللي أنا بغني بيه. لازم مع الوقت مع الفترة في تكنيك معينة لازم أتعلمها إن صوتي يرن في جسمي. فوانا طفلة يعني بروح أغني كهواية، بس مفهوم. دلوقتي فعلا الموضوع دخل جد، وانا بدرس حاليا في الجامعه الموسيقيه بتاعت فيينا، بدرس غناء في الجامعه الموسيقيه. فكل ما اكبر كل ما الموضوع يعني يبقى سيريس اكتر. فانا كنت فرحانه جدا ان انا قدرت برضو المره دي افرح الجمهور وافرح اللجنه بصوتي. طيب انتي مولودة في بودابست نفسها ومولودة في النمسا نفسها، لكن ما شاء الله بتتكلمي عربي زي كأنك موجودة معانا هنا. انتي بتنزلي مصر كتير ولا الأهل هما اللي بيتكلموا عربي في البيت؟ يعني احنا في فيينا طبعا احنا بنتكلم في المدارس وكده الماني، بس الحمد لله ماما وبابا قدروا يحافظوا على العربي بتاعنا، لان احنا كل ما ندخل البيت هو عربي عربي، اكل مصري، تلفزيون مصري، احنا بنتكلم مصري، بننزل كل سنه في الصيف نزور اهلنا في مصر. يعني ده مهم جدا بالنسبه لاهلنا ان هم يحافظوا على الثقافه بتاعتنا انا واخويا الصغير وعلى لغتنا المصريه. طب بتغني مصري بقى على كده؟ يعني انا متخصصه اكتر في الاوبرا، بس كنت غنيت مره في حفله صغيره، كنت غنيت اعطيني واغني، وكمان في حفله قبلها كنت مغنيه انا نسيت، بس مش انا كنت مشكلة. مغنيه كمان اغنيه تانية بالمصري. طيب انتي بس بتدرسي انا متخصصه بالفعل اكتر في الاوبرا. موسيقى وعندك تدريبات موسيقية، انتي ده جزء من التدريب بتاعك، التدريب البرفورمنس او الاداء او العروض اللي بتقدميها؟ احنا عندنا في الجامعة يعني احنا بندرس طبعا غناء، بيبقى عندي حصص غناء مع مدرسة الغناء بتاعتي. غير كده بيبقى عندنا دانس، بيبقى عندنا سبورت، بيبقى عندنا تمثيل. دي حاجات انها تجهزنا على لما نطلع المسرح ان احنا نبقى فعلا جاهزين واثقين من نفسنا ازاي نتصرف، مثلا لو احنا نسينا التكست، لو احنا نسينا الغناء، لو احنا مثلا مش حاسين ان احنا كويسين ازاي نتنفس صح. يعني حاجات كلها مواد في الاول وفي الاخر انها تساعدنا لما نيجي نطلع على المسرح. غير كده انا كمان عندي ميوزك ثيوري، بدرس لغات كتيره جدا لان انا بغني بكل اللغات. ويعني الجامعه هي هدفها ان هم لما اتخرج من الجامعه ان انا فعلا اكون اقدر اغني على اي مسرح اوبرا، اكون واثقه من نفسي، اكون عارفه ازاي هتعامل مع زمايلي على المسرح.
كتمثيل كغناء، ازاي اتعامل مع المايسترو اللي انا بشتغل معاه، بدرس لغات لان الغناء الاوبرالي ده بيبقى العالم كله، فانا لازم اكون عارفه مثلا اللغه الايطاليه لو سافرت ايطاليا، لو غنيت اوبرا باللغه الايطاليه، لان ما بيبقاش في وقت كتير انا لسه اجيب مثلا ديكشن كوتش يقول لي انا ازاي بنطق الكلام صح او اجيب حد يفهمني الكلام. فهي الدراسه يعني بشكل عام هي اهم حاجه ان احنا لما نخلصها نبقى احنا فعلا جاهزين ان احنا نبقى شغالين مغنيين اوبرا وما نحتاجش يعني الكوتشز تاني كتير. طيب اتكلمتي عن الدراسة، ومن المعروف ان الغنى فيه مجهود وفيه بروفات، ازاي بتقدري توفقي ما بين الاتنين؟ انا تقريبا مثلا الصبح بروح الجامعه، ولو مثلا عندي حصه غناء ده من اهم الحاجات، يعني حصه الغناء دي اهم الحاجات، وممكن على اخر النهار مثلا يبقى عندنا بروفات ممكن من الساعه 4 مثلا لحد الساعه 6، ولو في بقى بعدين كمان على طول حفله. هو انا كمان انا بعمل كده من وانا صغيره جدا، من وانا 9 سنين، فمتعودة على ده. فانا قدرت بالظبط، انا قدرت اتعلم ازاي انظم وقتي صح، ان انا اقدر اذاكر، ان انا يبقى عندي وقت ان اروح البروفات، ان انا حتى كمان ارتاح، لانه زي ما حضرتك قلت هو مجهود جامد، حتى اني انا لو انا مثلا حاسه ان انا لسه فايقه، لا صوتي خلاص تعب، جسمي تعب. فاحنا مع الوقت انا جسمي بيتدرب وكمان نفسيتي بتتدرب ان انا اقدر ان انا دني go on. أكيد، كل الشكر ليكي مريم طاحون الفايزة بالمركز الأول في الغناء الأوبرالي بالنمسا. شكرا جزيلا ليكي وألف مبروك.